على الهاتف دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه المتحدث باسم الوزاره. مساء الخير دكتور خالد. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ محمد على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. الرئيس والتحديث لاكثر من مره، والنهارده ايضا مره اخرى عن التعديات على الاراضي الزراعيه. الرئيس بيمشي وواضح انه عينه بتبقى في الطرق والدائري وهنا وهنا، بيبص وبيقارن. احكي لنا عن هذه التعديات، احكي لنا عن مدى التأثير من هذه التعديات، واحكي لنا عن المخططات القادمة لمنع التعدي واحتواء الموقف. يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي وفقا للجنة العليا لاسترداد الاراضي برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد السيد رئيس الجمهورية، ومشترك معها يعني وزارات الدولة المصرية المعنية وقوات انفاذ القانون والمحافظات المصريه وفرق العمل الموجوده على الارض هناك. خليني اقول لحضرتك ان احنا انجزنا قبل كده 17 موجه منذ 2017. 17 موجه ازاله تعديات. ازاله تعديات. ده اللي هو اخد ده اللي هو اخد اماكن مش بتاعته وداخل يخش على ارض مش بتاعته، فانت بتشيله من الارض دي. لا هي مش بتاعته، هي ارض ملكا عاما للدوله. تمام يا فندم، مش بتاعته بغض النظر. ايوه سواء كانت ولايتها محافظه او ولايتها وزاره من الوزارات، اي مكان، ارض ليست ملكه. مش ملكه دلوقتي، سواء تعدى عليها بالزراعه ده اسمه تعدي، تعدى عليها بالبناء ده اسمه تعدي. الدوله فتحت باب تقنين في الفترات الماضيه، السنوات الماضيه، لمن يريد ان يقنن وضعه، تعالى وقنن وضعك مع الدوله، وبدأت إنها تسعر لجان تسعير الأراضي، ويبقى اتفتح باب للتقسيط إلى غير ذلك. طيب، من لم يقم بتقنين وضعه، الدولة كان لها حق إنها تسترد حق الشعب من هذه الفئة. لو جينا بصينا على الموجة 18، الموجة 18 يا فندم يعني مرت بمرحلة الأولى، وكانت دي في سبتمبر الماضي، واستردينا من خلال المرحلة الأولى جوه الموجة 18 فقط في المرحلة الأولى 3.7 من 10 مليون متر مربع. 3.7 من 10 مليون متر، مليون متر مربع، تمام، من أصل 14 مليون. وأزلنا ثانية واحدة حضرتك عايز تقول لي إن أنتوا عندكم حصر أن هناك تعديات على 14 مليون متر مربع؟ أيوة فندم، 14 على مستوى المحافظات المصرية. أيوة فندم، وال 14 دول بتستهدفهم الموجة ال 18 اللي احنا فيها دلوقتي من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ابتدت من 3/9 وانتهت منذ أيام، والمرحلة الثانية ابتدت يوم 11/10 الحالي وهتنتهي يوم 29/10، والمرحلة إن شاء الله الأخيرة في الموجة ال 18 اللي احنا فيها هتبتدي 6/11/2021 وهتنتهي في 26/11/2021. تمام. طب احنا على مستوى الأراضي الزراعية في المرحلة الأولى جوه الموجة 18 استردينا 22,000 فدان يا فندم. بعد إذن حضرتك، ده كان من ضمنهم المجموعة اللي على طلعة المريوطية، مش كده؟ بالظبط يا فندم، وإحنا شغالين دلوقتي. طب إحنا دلوقتي من يوم 11 لغاية إمبارح يا فندم استردينا قد إيه؟ استردينا 396,000 متر مربع بإزالة 2950 حالة تعدي. وكذلك الأمر استردينا على مستوى الأراضي الزراعية استردينا 2860 فدان بإزالة 978 حالة تعدي. ودول أساسا رغم أن أنتم أتحتوا لهم الفرصة أنه يقننوا أوضاعهم رفضوا، مش كده فندم؟ لم يتقدموا يا فندم، لم يتقدموا، وبالتالي لم يعد له حق أن يتواجد على هذه الأرض. طيب، بعد إذن حضرتك، في وسط الازالات دي كلها كان في مباني ايضا ازلتوها؟ يا فندم، انا في خضم كلامي لما قلت لحضرتك ازاله 2950 مبنى مخالف. مبنى كويس، مبنى عمارات سكنيه مثلا ولا ايه يا فندم؟ مباني مخالفه متعدده الاستخدامات يا فندم. تمام. مباني متعدده الاستخدامات على مساحه 396,000 متر مربع على مستوى المحافظات. انما لو جينا كده بصينا بشكل بانورامي يا فندم
من بداية المرحلة الثانية دي. يعني لو جينا بصينا هنلاقي مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، القاهرة مثلا أزالت 140 حالة تعدي واستردت 29384 متر مربع. طبعا هنلاقي طبعا بتتصدر المشهد محافظة المنوفية وأزالت 412 حالة تعدي واستردت 106828 متر مربع. لو جينا يليها طبعا باقي المحافظات الأخرى تأتي زي الشرقية، دايما كانت في المرحلة الأولى من الموجة 18 متصدرة المشهد بعملية استرداد أراضي الدولة سواء على مستوى أراضي المباني أو أراضي الزراعة. كانت الشرقية متصدرة المشهد هي وأربع محافظات أخرى، وتأتي بقى بقية المحافظات تتوالى. دكتور خالد، هل رصدتم مزيد من التعدي في الفترات السابقة على الأراضي الزراعية؟ لسه مستمر هذا التعدي؟ كويس ان حضرتك سألت السؤال ده، لان احنا عندنا خرائط للمتغيرات المكانية وصور بالأقمار الصناعية. المساحة العسكرية مع غرف العمليات المختلفة لقياس المتغيرات المكانية على مستوى 27 محافظة اتعملت وحدات للمتغيرات المكانية، بحيث أول بأول بيبلغونا بعمليات التعدي دي. وبالتالي زي ما أكد صباح اليوم مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه أي تعدي في بدايته زيله من المهد كده، بحيث إنه هو ما نخلقش تعدي كامل وبالتالي نروح نشيله. وبالتالي آلية التدخل بتبقى آلية تدخل سريعة، وده بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية فندم مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون في هذا الشأن. دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. انتوا واخدين بالك حضراتكم من الارقام يا جماعة؟ احنا كدولة، الدولة بدأت تشتغل، خلينا نكون واقعيين جدا. والرئيس على الكلام ده النهاردة قال اهو، يعني انا قدامي الكلام عشان بس نتكلم. الرئيس بيقول الوضع الحالي تشكل على مدى 60 سنة، 60 سنة، وحلمنا هو ان احنا ننهيه ونغيره. هو بيحلم، هو مش بيحلم لنفسه، هو بيحلم لنا احنا، بيحلم لعيالنا. يعني هذا الرجل عندما يتحدث انا بشوفه، بتيجي ناس بقى تقول لك ايه انا ما شفتش مش عارف كذا، اصل انا فوق سطوح بيتنا مش عارف فيه ايه، واصل في مستشفى عندنا فيها ايوه. سيظل هناك الكثير من السلبيات، بس بص حواليك، ارجوك بص حواليك وانت ماشي، بص في البنى اللي عمال يحصل. وما تقعدوا الله يكرمكم الناس اللي بتطلع بقى تقول لي ايه احنا مش عايزين كباري، لا احنا عايزين كباري ومحتاجين كباري ومحتاجين طرق ومحتاجين نوصل ومحتاجين نرتقي بهذا البلد وان نرتقي بالبني ادم اللي عايش في وسط هذا البلد. انا زي ما الرئيس قال، هو انا النهارده اروح له في العشوائيات اقول له تعالى والله انا اعمل لك مدرسه لغات؟ ده هو مش لاقي ياكل، مش عارف يعيش. انما لما انقله واخده واعلم البنات واعمل مشغل لمراته واعمل كذا وكذا، النقله النوعيه في الثقافه الانسانيه عند البني ادمين دول، ما هو ده الذي سيرتقي، وهو ده اللي هيخرج لك شباب جديد وهيطلع لك العيال متعلمه احسن وصحتها افضل، فتوفر بدل ما انت عمال تصرف على الصحه وتصرف على التعليم. طب زي ما الرئيس قال، طب انا اعلمه ازاي والولد بيروح ينام 4 5 تنفار فوق بعض والفيران بتجري حوالين البيت؟ الأدمية في هذا. ثم أيضا هي الناس أكيد بتسمعنا عندما نتحدث كإعلام أكيد، ولكن هل هي مقتنعة بحديث الإعلام؟ هل هي مقتنعة برؤيتنا؟ نحن نحاول أن نقدم، نحن نحاول أن نكون جزء من الوعي القادم. يا جماعة ده شيء مفروض علينا احنا كاعلام، زي ما كنا زمان بننتقد، ان احنا نقدم الجديد ونقول لك ونقول لك خد بالك، خد بالك على نفسك وخد بالك على صحتك وخد بالك على تعليم العيال وخد بالك من اللي بيحصل حواليك، لان ده كله سيعود في النهايه ليك انت. الفلوس يا جماعه ما بتتاخدش تترمى، صدقوني الفلوس اصبحت جزء من ثروه هذا البلد في بنيتها الاساسيه وبنيتها المستقبليه.